يقول السائل: هل إحياء ليلة العيد مشروعة في ديننا؟ لا، إحياء ليلة العيد ما ورد فيها شيء، ليلة العيدين. وفيه يروون حديث ما من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه أو ما بهذا المعنى، وهذا ليس له سند وليس هو معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخصص ليلة العيد. لكن من كان معتادا على القيام في آخر الليل فإنه يقوم ليلة العيد على عادته في سائر الليالي، أما أنه يخص ليلة العيد بالقيام هذا بدعة. نعم.